استاذ اشرف، عايزه ارجع لك مره تانية. وفي كتير من الفئات المستهدفه مش عارفه ايه الاجراءات اللي بيها تطلع المستندات المطلوبه، فايه دور جهاز تنميه المشروعات من خلال الشباك الواحد اللي بيقوم بيقدمه لما نبدا من الاول حضرتك والشاب لما بيتقدم لنا، الشاب اللي هيدينا المكتب ويخبط على المكتب ويقول انا عاوز اعمل مشروع، يا اما يبقى عنده فكره يعمل فيها مشروع، يا اما ما عندوش فكره. طيب لو ما عندوش فكره بندخله دوره تدريبيه لمده يومين بتاهله اللي هو يطلع بفكره يقدر ينفذ المشروع. يعني بيبص على اكتر من مشروع؟ بتبقى دوره تربيه معتمده، عددها عدد الناس المستفيدين الموجودين فيها 21 ل 25 فرد، بتبقى مدتها يومين، بتاهله يطلع بفكره معينه يقدر ينفذها. بعدها بياخد الفكره بيتقدم لنا، بنديله دوره تدريبيه ثانيه. كيف هتبدا؟ ابدا مشروع، كيف تبدا مشروع؟ بالظبط، بنعلمه فيها ازاي يعمل خطه عمل لمشروعه، ازاي يعمل دراسه تسويقيه لمشروعه، ازاي يعمل دراسه ماليه للمشروع بتاعه. دلوقتي بقى عنده الفكره وعنده تصور وخطه عمل للمشروع ده اللي عمله، بيتقدم لنا ويقول انا عاوز اخد تمويل. يعني انتوا من الاخر كده ماسكين ايده من الالف للياء، يعني مش عايز فلوس، اتفضل فلوس وابدا مشروعك. بالزبط. في الاخر مشروع يفشل لانه ما عندوش. بقى عنده فكره وبقى عنده دراسه عاملها او دراسه بيتقدم لنا ويقول انا عاوز تمويل وتدريب. بالظبط، واخد التدريب، خد الفكره تدريب في الفكره، وخد تدريب في كيف تبدا مشروع. بزبط. بيتقدم لنا بقى يقول انا عاوز تمويل. انا عاوز تمويل، عشان ناخد تمويل لازم نطلع مستخرجات، مستخرج المشروع بتاعه، رخصه وسجل بطاقه ضريبيه. هيطلعها بقى ازاي؟ هيطلعها عندنا من وحده الشباك الواحد اللي موجوده في كل مكاتب الجهاز. مش هيلف كتير مش يعني. هيلف كتير، لا، بيتم اصدار الرخصه والبطاقه الضريبيه والسجل التجاري من الوحدات اللي موجوده جوه المكاتب. عندنا والله شيء عظيم. مش هيلف بعد اذن حضرتك، ومش هيلف لسبب لان احنا جبنا له جميع الجهات المتعامل معاه في مكان واحد. يعني يا استاذ احمد، يعني حضرتك ما لفتش كتير وحضرتك بتطلع المستندات المطلوبه؟ اتعاملت كله مع الجهاز في مكتب الجهاز، هو اللي تم التراخيص عن طريقه بتاعت المصنع، والاجراءات وتسجيل حتى في الضرايب والكلام ده كله كان كله عن طريق الجهاز. بصراحه كان في مساعدات كتير قوي من الجهاز، مش ماديه بس، بحس فعلا هم هدفهم المشروع ينجح. بدليل الجهاز النهارده عمل مشروع اسمه شارع مصر.